السلام عليكم. وانا راه ماشي كنجيب لكم غير الجديد، راه حتى داكشي اللي كنجيب لكم كندير لكم لو سويفي ديالو. ودابا غادي نهضروا على لا ريزيدونس ديال ولا تجزئه مبروكه، وفين وصل البني، اشنو فين وصلوا الاشغال، وكيفاش غادي داكشي، وكيفاش انها هي قريبه بزاف محمديه، وهادشي علاش حطيت لكم هذا الفيديو. والمهم هي راه فيها كما كتشوفوا مستشفيات، فيها مدارس، فيها غادي يكونوا فيها يعني بزاف الاسواق، وبزاف الحوايج اللي غادي يكونوا اللي غادي يميزوها هي. وراكم شفتوا انا راه حطيت لكم في الاول، حطيت لكم شقه النموذجيه ديالهم، وكيفاش ان دوك البيتات كانوا شويه صغار، ولكن المهم راه مقارنه مع الموقع ديالها ومع لي زاكتيفيتي اللي غادي يكونوا حداها، يعني راها مميزه. والمهم هي فيها ثلاثه البيوت وصالون اونفان وهذا الشيء اللي كاين. المهم نخليكم مع الفيديو باش تشوفوا فين وصلت الاشغال، وشحال هي قريبه من مدينه المحمديه. وفرجه ممتعه.